ليش عم تضحك ابو الحكام؟ لكن مو عاجبينك. لا معجوب، بس اللي عم يضحكني انه شفناك فوق وشفناك تحت، والمثل بيقول بس مانو ودكتب 14، يعني شو ما اشتغلت وشو ما اعتملت رح ترجع لكارك فخاخ. لا ما حشغل، هذا كان زمان، بس هلا تغيرت الاحوال. شنو بعد حشيشي عمره ما ينبت حشيش، بعد حشيشي ما ينبت حشيش، ايه بعد عمري عمره ما حدا يعيش، وعيش يا قديش ليطلع الحشيش. لك من يوم يومك اندبوري كاسر ايدك وعم تحشحت عليها، قال شو بدي افتح دكان؟ لك على مين الزلمة هي؟ صحيح انك اجدى. ناموسي